بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اهلا بكم متابعينا الاعزاء مع موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة. الزمالك يدخل اللقاء بعد فوزه على الاسماعيلي بهدف دون رد ليتأهل لدور ربع النهائي من بطولة كاس مصر. فريق الجونة هو الاخر قادم من انتصار على فريق الاتحاد السكندري في الجولة الاخيرة من الدوري المصري الممتاز بهدف دون رد. بالنسبة لتشكيل نادي الزمالك المتوقع ان شاء الله، طبعا تشكيل الزمالك هيشهد غياب كثير من عناصر أساسية بسبب الطرد وبسبب الإصابات وغيرها، فمن المتوقع إن شاء الله أن يكون التشكيل في حراسة المرمى محمد عواد، قلب الدفاع الونش محمد عبد الغني، قدامهم فتوح، حازم إمام، خط الوسط محمود عبد العزيز، إسلام جابر، في الخط الهجومي شيكابالا، رؤى، يوسف أوباما، ومهاجم صريح مروان حمدي. أما عن ميعاد المباراة، المباراة إن شاء الله ميعادها يوم الأحد 30/5/2021 على استاد الجونة. طبعا المباراة إن شاء الله هتكون في تمام الساعة 9 بتوقيت مصر، الساعة 8 بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 10 بتوقيت مكة المكرمة. بالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة، المباراة مذاعة على قنوات اون تايم سبورتس. بالنسبة للناس اللي توقعت نتيجة المباراة السابقة صح واسمها هيظهر معنا حالا، كل من نادر هلال، محمد ناصر، وإياد، وأم وائل، واحمد عرابي، محمد ابو، وطارق شرارة، وعبقرينو تي في. انت كمان ان شاء الله اسمك ممكن يظهر في الفيديو اللي جاي. كل اللي عليك اكتب توقع لنتيجة مباراة الزمالك والجونة في تعليقات الفيديو. اتمنى لكم ان شاء الله مشاهدة ممتعة. كان معكم محمد احمد حنفي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.